بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the merciful, the compassionate. اسمحوا لي أكون أبتدي كلمتي. Before I start my speech, أشكركم إن أنتم سمحتم. I would like to thank you. نكون موجود معاكم في هذا المنتدى وأوجه لكم التحية والتقدير والشكر على ذلك. بروفيسور كلاوس شواب، أصحاب السمو المعالي، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن شكري للبروفيسور شواب لما تمثله دعوته للحديث إليكم من تقدير لمصر والمصريين، كما أعرب عن اعتزازي بالانتماء إلى بلد ساهم عبر التاريخ في بناء الحضارة الإنسانية ولا يزال يواصل العطاء للبشرية بفضل ما منحه الخالق من هبات، في مقدمتها شعب مصر الذي لا تزيده المصاعب إلا عزما وتصميما على اجتيازها، ولا تمنع التحديات الجسيمة عن خوض غمارها والخروج منها مكللا بالنصر ومتواضعا في فخر. السيدات والسادة، إن الصعاب والتحديات التي أشير إليها ليست مجازية أو من قبيل المبالغة، لكنها حاضرة وضاغطة على كاهل الشعب المصري الذي يواجهها بكل شجاعة، بل أزيد أنها لم ولن تمنعه يوما من أن يطمح في ذات الوقت إلى مستقبل أفضل لذاته ولأمته العربية وللعالم ككل. فالتاريخ القريب يشهد على قدرة وحكمة ووعي شعب مصر الذي أزال حكم الفرد عندما تجاوز الشرعية، ولم يتردد في نزع الشرعية ذاتها عمن أرادوا أن يستأثروا بها وأن يسخروها لتطويع الهوية المصرية والانحراف بها عن سماتها التاريخية من تنوع وإبداع وانفتاح على العالم. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى ضرورة التعويل على وعي الشعوب والإنصات لصوتها، فتلك الملايين التي فاجأت العالم في ميادين فرنسا بالأمس القريب إنما هي امتداد للملايين التي فاضت بها ساحات مصر منذ عام ونصف تقريبا. إن المعركة واحدة، ونفس الإرهاب يحاربنا لفرض رؤيته لأنه يرى فينا جميعا نقيده دون تفرقة على أساس العرق أو الديانة. فالدماء التي يرقها الإرهابيون في مصر والعراق وسوريا وليبيا وفي نيجيريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان لها كلها نفس اللون، ومن ثم فلابد أن تتضافر جهودنا جميعا للقضاء على تلك الآفة أينما وجدت من خلال التعامل الشامل مع كافة مكوناتها ولو اختلفت مسمياتها، وأن نتصدى لها بالتعامل الواعي مع الاعتبارات السياسية التي أفردت لها مساحة للنفاذ إلى مجتمعاتنا، بالإضافة إلى تعاوننا فكريا وثقافيا وأمنيا، فضلا عن تكثيف تبادل المعلومات بيننا وحرمان المنظمات الإرهابية من استغلال أدوات التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات لنشر دعوات الكراهية والاستقطاب لبعض بدعاوي دينية مغلوطة تستغل حسن النوايا وبعض العناصر المحبطة. وإذ أؤكد وبكل حسم على أنه لا ينبغي أن يؤخذ الإسلام السمح بقيمه السامية وأكثر من مليار مسلم بحفنة من المجرمين القتلة، فإنه يتعين علينا أيضا كمسلمين أن نصلح من أنفسنا وأن نراجع ذاتنا لكي لا نسمح لقلة بتشويه تاريخنا وبالإساءة إلى حاضرنا وتهديد مستقبلنا بناء على فهم خاطئ وانطلاقا من تفسير قاصر، كما أن علينا كعالم متحضر وبنفس قدر تطابق رؤية شعوبنا لمصلحتها في القضاء على ما يمثل الإرهاب من تهديد أن نتحلى بالاحترام والتقدير المتبادل لتنوع معتقداتنا ومقدساتنا، وأن نترفع عن الانزلاق نحو التشاحن والإيذاء الذي يستغله المغرضون للترويج لأهدافهم الشريرة،
وللإيحاء بوجود فجوة وصراع حتمي فيما بيننا. السيدات والسادة، لا تقتصر المصاعب والتحديات التي نواجهها في مصر على الإرهاب، ولن تسنينا معركتنا معه عن تحقيق طموحاتنا الأساسية التي ثار من أجلها المصريون. فبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة سوف يستمر، وبعد إنجاز الدستور وإقراره ثم إجراء الانتخابات الرئاسية سيستكمل الشعب المصري مراحل خريطة المستقبل باختيار ممثليه في مجلس النواب، والذي نتطلع جميعا إلى دوره المنتظر في وضع تشريعات وقوانين تترجم العقد الاجتماعي الذي تضمنه الدستور بما يضمن حصول الأفراد على حقوقهم وأدائهم لواجباتهم، ويوازن بين احترام حرياتهم وبين المسؤولية التي يتحملونها في ظل سيادة القانون، وتساوي الجميع أمامه بغض النظر عن الجنس أو العقيدة. كما نتطلع أيضا إلى ممارسة نواب الشعب المصري لدورهم في الرقابة والتشريع على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية التي يعبر تباين الأفكار فيما بينها عن التنافس من أجل الوطن وليس الاختلاف على الوطن. كما يتواكب مع كل ذلك عمل جاد ومتواصل لاستيفاء متطلبات ثورتي مصر في إطار رؤية تنموية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى الانطلاق نحو آفاق رحبة تؤمن حصول المصريين على حقوقهم في العمل وفي الحياة الكريمة من خلال استغلال الإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري بثرواته المتعددة وعلى رأسها الثروة البشرية وطاقات شبابه الذين يمثلون ما يقرب من ثلثي عدد السكان. ويتطلب تنفيذ تلك الرؤية دعم دور القطاع الخاص وتشجيع وجذب الاستثمار وتذليل العقبات حتى ينهض القطاع الخاص بدوره كقاطرة للتنمية في سياق من المسؤولية الاجتماعية مع قيام الدولة ومؤسساتها بضبط المناخ وتهيئته للتنمية الشاملة والمستدامة وأداء مهامها التنظيمية والرقابية على مستوى السياسات والتشريعات مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجا. السيدات والسادة، لقد انطلقت جهودنا لتحقيق تلك الرؤية من تعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي المصري وفي قدرة الحكومة والتزامها بتطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة واستمرارها في التصدي للمشاكل الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد، وهي الجهود التي ترتكز على المحاور الرئيسية الآتية: الأول، تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجياً لحماية محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أداء النظام الضريبي وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وبالتوازي مع ذلك يتم اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم. الثاني، معالجة كافة العقبات التي طالما أعاقت استثمارات القطاع الخاص وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن طرح قوانين تضمن فرصاً متكافئة لجميع المستثمرين وتعزز الشفافية والعدالة وتطبيق القانون لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة والتمويل الصغير وإعداد قانون الاستثمار الموحد وتبسيط الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد. وهي عملية مستمرة تهدف لإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم في التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7% وخفض معدل البطالة إلى 10% بحلول عام 2020. الثالث، التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية
ولتحقيق ذلك نسعى لتوفير مزيد من فرص العمل باعتبارها حقا لا ينبغي التغاضي عنه من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة وزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي. الرابع، تحسين وتطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والمواصلات من خلال توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في هذه المجالات على أن يتم تمويل شق منها عن طريق الموازنة العامة للدولة وشق آخر من خلال التعاون مع شركاء التنمية وحث صناديق السيادية على الاستثمار فيها بالإضافة إلى تطوير آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف عبء تمويل مشروعات البنية الأساسية وتحقيق المشاركة المجتمعية في بناء مصر المستقبل. الخامس، تحقيق الإصلاح المؤسسي من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات. السيدات والسادة، على المستوى العملي لابد من التطرق إلى المشروعات القومية الطموحة التي توفر فرصاً واعدة للمستثمرين ومن أمثلتها مشروع تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس ولا سيما مرحلته الثانية التي تقوم على تطوير محور القناة وفتح باب الاستثمارات للخدمات اللوجستية والصناعية على محور القناة والتي تنطوي على إمكانات عديدة للقطاع الخاص للاستثمار استفادة من موقع مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. فضلا عن ذلك فقد بدأت المرحلة الأولى من مشروع استصلاح نحو 1,000,000 فدان وتجهيزها للزراعة وصدر قانون الثروة المعدنية الذي بث روحا جديدة في قطاع التعديد عزز منه التقدم الملموس في سداد متأخرات الشركاء الأجانب. صحب ذلك كله تعديل أسعار الوقود مما يحفز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، الأمر الذي بدأ جليا في إعلان شركات كبرى عن خطط تهدف إلى الاستثمار بقطاع الغاز والنفط رغم الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولا يخفى عليكم أن التنوع الذي يميز الاقتصاد المصري يضمن التفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على السواء وفي مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والخدمات. ومن هنا يسعدني أن أوجه الدعوة إلى كافة الشركاء الباحثين عن فرص جدية للاستثمار للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل في مارس القادم بشرم الشيخ، وذلك للتعرف على المشروعات المتاحة والمزايا التي توفرها بيئة الاستثمار في مصر فضلا عن فرص التعاون للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا لتحديث قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والإنشاءات ومواد البناء. السيدات والسادة، تؤكد مصر على حرصها على الانفتاح على العالم والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجهنا جميعا، كما تحرص على تنفيذ التزاماتها التعاقدية والاتفاقيات التي انضمت إليها والاستمرار في التعاون المثمر وتوسيع قاعدة علاقاتها الاقتصادية مع كافة الشركاء الدوليين. إن هذا الحرص ينبع من إدراك حقيقي بأنه لا يمكن لأي طرف أن يحقق أهدافه الوطنية في عزلة عن العالم، إنما في المقابل على العالم بدوره التكاتف لتهيئة الظروف المناسبة التي تكفل لكل الأطراف الاستفادة الحقيقية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. فلا شك أن الحوار في عالم اليوم حول سبل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة ونحن بصدد تقييم استحقاق الأهداف الإنمائية للألفية وصياغة أهداف جديدة للتنمية لما بعد 2015، وكذلك وضع أسس جديدة
لمواجهة تحديات تغير المناخ. لابد أن يتطرق إلى المعطيات الدولية التي نعمل في إطارها، فرغم أن العولمة قد حققت مكاسب للكثيرين فإنها تثير أيضاً مشاكل عديدة وراء تأثيراتها على النسبة الكبرى من سكان العالم الذين لا يتمتعون بحماية اجتماعية، وخاصة في القارة الإفريقية، فضلا عن الفجوة الكبيرة والمتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الفقر والفجوة التكنولوجية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في الدول النامية. في ذات الوقت فإن مصر الجديدة على وعي كامل بأنه بقدر حاجتها للانفتاح على العالم لتحقيق طموحات شعبها، فإنها تعي أيضا حاجة محيطها المباشر العربي والإفريقي والأوسع دوليا إلى إسهامها لتدعيم الاستقرار وإلى التعامل مع التحديات التي تواجهنا جميعا، إذ طالما كان دور مصر إيجابيا قائما على مبادئ راسخة تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدولية. ولسوف تظل مصر ساعية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لكي تحيا كل شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي في أمن وسلام. كما سنواصل السعي لحماية شعوب سوريا وليبيا والعراق واليمن من الدمار، واستمرار إزهاق أرواح الأبرياء من خلال حلول سياسية تضمن سلامة ووحدة أراضي تلك الدول وتحترم إرادة شعوبها العريقة والتي تشكل مكونا لا غنى عنه في منظومة الأمن القومي العربي، التي تمثل حلقة هامة في تحقيق الاستقرار والسلام في العالم. كما نستمر في الإسهام بكل قوة في قضايا القارة الأفريقية ونعمل على إطلاق قدراتها التنموية انطلاقا من وحدة الانتماء والمصير. السيدات والسادة، كانت تلك هي ملامح السبيل الذي تنتهجه مصر بالعمل الدؤوب وبالفكر المستنير. تقودنا إرادة ثابتة ورغبة صادقة وإيمان حقيقي تنبع كلها من إدراكنا للمسؤولية التاريخية التي نحملها ولموقعنا الفريد ولدورنا الرائد في إقليمنا وفيما وراءه، ومن وعينا بضرورة التعاون الدولي مع تعدد التحديات وتشابكها في ظل انكماش أطراف عالمنا وتقاربها كلما ازداد رصيده من المعرفة والإبداع العلمي. وسنمضي على ذلك السبيل من أجل التغلب على الصعاب والارتقاء إلى مستوى التحديات التي نواجهها، ولترسيخ الثقة في قوة اقتصادنا وسلامة السياسات الحاكمة له، ولتحقيق الاستدامة والإنتاجية بما يكفل عوائد متميزة للتنمية تتجاوب مع تطلعات المصريين وتفي بحقهم الأصيل في حياة كريمة ومنتجة. إنني على يقين من أن جثور الثقة التي سوف نشيدها سويا ستسهم في تحقيق آمالنا في حاضر أفضل ومستقبل أكثر رخاء وازدهارا لمصر ولكم جميعا، وشكرا لكم. كذلك، وكلنا نعرف أن هناك الكثير من الشباب في مصر والذين لعبوا دورا مهما في الماضي. سؤالي الأول، بالنظر إلى أن هناك اهتمام في العالم بأسره بالشباب ووجود قادة من الشباب، ما هي رسالتك للشباب المصري وللأجيال الشابة في مصر لكي تعطيهم أملا بمصر الجديدة؟ شباب مصر هم أمل مصر، شباب مصر هم أمل مصر.
واسمحوا لي أقول لكم إن إحنا في مصر تقريبا تلتين الشعب المصري هم من الشباب، يعني إحنا تقريبا أكتر من 60% من شعب مصر أقل من 40 سنة أو 40 سنة فما دون. ولازم نكون كلنا عارفين إن اللي أطلق شرارة التغيير في 25 يناير هم شباب مصر. إحنا حريصين جدا جدا على إن إحنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يكون في حظ كبير قوي قوي لهذا الحجم من الشباب، وبنشجع القوى السياسية والأحزاب السياسية في مصر على إن هم يضموا إليهم الشباب. وإحنا على مستوى الحكومة، أنا على مستوى الرئاسة على سبيل المثال، تقريبا كل المجالس التخصصية اللي موجودة أكتر من 50% منها شباب وامرأة. بنحاول في وقت قليل جدا جدا إن نجهز ونعد شبابنا إن هم يتبوأوا المناصب المختلفة في الدولة، عشان دي مصر، مصر المستقبل، هم هيكون لهم دور كبير فيها. على المستوى الاقتصادي احنا موجودين هنا النهاردة عشان نقول لكم وللعالم كله من خلالكم احنا محتاجين استثماراتكم، وبنرحب بكم في مصر للعمل. وده كله الهدف منه ان احنا نوجد فرص عمل لهذا الشباب، لان احنا لازم نعترف ان عندنا بطالة بالملايين في مصر، وده مش هيكون ابدا يعني في فرصة للتغلب على هذه المصاعب الا من خلال ان احنا نوجد فرص عمل حقيقية لهذا الشباب. وبقول مرة تانية وبأكدها، بقول نحن اتخذنا مجموعة اجراءات اقتصادية محفزة جدا جدا وواعدة جدا جدا لكل المستثمرين المصريين أو المحليين والأجانب للعمل والاستثمار في مصر. ده على في الصعيد الاقتصادي. بالإضافة لكده احنا بنبذل جهد كبير جدا في إعداد وتأهيل الشباب عشان يكونوا لديهم فرص عمل كمان من خلال إعدادهم وتجهيزهم في مراكز تدريب فني تتلائم مع الوظائف وسبل العمل المتاحة خلال هذه المرحلة، سواء كان في مصر أو حتى خارج مصر. اللي أنا عايز أقوله لشباب مصر، نحن كحكومة وكدولة مهتمين جدا جدا بيكم وحريصين جدا جدا عليكم، وعايزين نوفر لكم كل السبل عشان هم يعني الحقيقة خلال السنوات اللي فاتت بالكامل كانوا مهمشين، وده مش هيحصل تاني خلال المرحلة دي والقادمة إن شاء الله. شكرا. شكرا لك سيد الرئيس. في المقدمة تحدثنا عن الكلمة التي قمت بإلقابها في جامعة الأزهر بالقاهرة، لقد ذكرت فيها على وجه التحديد ثورة دينية. هل يمكن سيدي الرئيس أن تتحدث بالمزيد من التفاصيل عن ما يعنيه ذلك للتغلب على التطرف؟ إن إحنا سماحة الإسلام ما بقتش واضحة للعالم كله خلال السنين الطويلة العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا. العمليات الإرهابية والشكل القبيح اللي قدم به المسلمين بشكل أو بآخر للعالم هو اللي دفعنا إن احنا نقول إن احنا محتاجين أن نتوقف ونعيد تنقيط خطابنا الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى هذا التطرف وهذا الإرهاب. ده مش هيقوم به غير علماء الأزهر وعلماء الدين المهتمين بالإسلام وبحال الإسلام والمسلمين أمام العالم. ده دي الرسالة اللي تم توجيهها داخل الأزهر، لأن هم معنيين بده، معنيين بأن هم يتعاملوا مع الخطاب الديني وتطويره بما يلائم العصر. أنا عايز أقول
ما فيش خطاب ديني يصطدم مع محيطه، ما فيش خطاب ديني يصطدم مع العالم. يبقى ده محتاج مننا احنا المسلمين ان احنا نراجع الخطاب، وده مالوش علاقة بالعقيدة بالمناسبة، عشان لحد يتصور ان ده ثوابت العقيدة الإسلامية محدش ابدا بيتكلم فيها. احنا بنتكلم على خطاب يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني اللي حصل خلال السنين اللي فاتت. في نقطة مهمة انا عايز اقول ان احنا محتاجين كلنا نراعيها في تعاملنا مع بعضنا البعض. محدش مننا هيمتلك الحقيقة الكاملة أو يعتقد إن هو عنده الحقيقة الكاملة، أو إن المبادئ اللي عنده والقيم اللي عنده ليها درجة التميز على ما سواها. إحنا محتاجين بمنتهى الصراحة كلنا، أنا بتكلم مش بس على المسلمين، على العالم كله، إن هو برضو يعني يتوقف ويراجع كتير من النقاط اللي ممكن تكون أحيانا بتستفز مشاعر الآخرين. محتاجين نراجع ده، عشان إذا كنا بنتكلم على خطاب ديني جيد، فإحنا كمان محتاجين نتكلم على إن إحنا نعمل بيئة إنسانية راقية في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض، نحترم من خلالها ثقافات وديانات بعضنا البعض. شكرا على هذه الإجابة. سيدي الرئيس، مرة أخرى سوف تجرى انتخابات في مصر هذا العام، انتخابات برلمانية في شهر مارس. لذا سؤالي، كيف سوف تقوم باستخدام قوة الدفع الديمقراطية تلك في مصر لتعزيز التضمين والدمج الاجتماعي وكذلك التكامل والتماسك؟ الجماعة الوطنية في مصر وضعت خارطة الطريق كانت تستهدف الدستور، وده تم إنجازه بنجاح، ثم انتخابات رئاسية وده تم إنجازها بنجاح، ولم يتبقى لنا إلا البرلمان عشان يقوم بدوره، دوره في دور الرقابي ودور التشريعي، دوره في مراجعة القوانين المصرية في إطار الدستور الجديد. احنا اعلنا ان هيكون الانتخابات خلال مارس، وده برضو بقول تاني في اطار يؤكد ان احنا جادين جدا في مصر على اقامة حياة ديمقراطية حقيقية يشارك فيها كل المصريين، كمان عشان يبقى المناخ الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى المستثمرين قادمين لمصر وهم عارفين ان هم داخلين على دولة كاملة المؤسسات. شكرا. سيدي الرئيس، سؤالي الأخير، تحت قيادتك لعبت مصر دورا مهما في تيسير وقف إطلاق النار في غزة، وكان هذا أمر مشجعا للمجتمع الدولي. لذا سؤالي، هل يمكن أن تتحرك قدما مع هذا الدور في العالم؟ وإذا كانت الإجابة نعم، ما هو الدور الذي تخططون للقيام به في المستقبل القريب؟ مصر كان لها دور محوري دائما، وكانت هي الدولة الأولى اللي خطت خطوات جادة ناحية السلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل. وخليني هنا أتكلم بتوسع شوية في النقطة دي، وأقول دائما في تصور ودائما في واقع بينتج عن تنفيذ هذا التصور. ما كانش أبدا متصور قبل تحقيق السلام في مصر وفي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أن يكون شكل السلام بين مصر وإسرائيل بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. وده النقطة اللي أنا الرسالة اللي أنا عايز أستفيد بيها واستفيد من وجودنا هنا وأرسلها للعالم كله. إذا حدث بسرعة إن إحنا حققنا سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشجعنا عليه كلنا، هيبقى في واقع جديد في المنطقة، واقع جديد
هيبقى أكثر من مبدع لو إحنا قدرنا نحققه. أنا بكلمكم صحيح. تصوروا يعني ما كانش حد قادر يعني يسافر في عقل ووجدان الرئيس السادات لما طرح تصوره للسلام، ما كانش حد قادر يشوف ده. لكن الزمان والتغير والسنين أكدت إنه صواب رؤيته وعبقرية فكرته. ده اللي أنا عايز أبني عليه وأقول دور بقى مصر خلال، يعني مش هنختزله فقط في إن إحنا بذلنا جهود كبيرة جدا عشان إيقاف إطلاق النار بين إسرائيل وبين قطاع غزة، لا ده احنا كنا حريصين على ان الامر ما يوصلش لكده، يعني احنا كنا بنبذل جهود عشان الامر ما يتطورش لكده، ثم الجهود بذلت لايقاف اطلاق النيران، ثم لاعاده اعمار القطاع. ومن هنا مصر هتفضل تقوم بدورها وتبذل كل جهودها وتشجع على اقرار سلام حقيقي واقامه دوله فلسطينيه على الأراضي التي تم احتلالها في عام 67 وعاصمتها القدس، ومستعدين إحنا والعالم العربي إن إحنا ننظر في كل الأفكار التي تشجع وتؤمن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على الإقدام على هذه الخطوة. اللي أنا بقول هتعمل واقع جديد لا تتصوروه في منطقة الشرق الأوسط، وهتؤدي إلى مزيد من الاستقرار لا يمكن أبدا نتصوره، وهتقطع كتير من الطرق على الفكر المتطرف والإرهاب في هذه المنطقة. شكرا. سيدي الرئيس، أعتقد أن رد الفعل من الحضور يوضح أن المجتمع الدولي يعتمد على مصر وعلى قيادتك. مرة أخرى شكرا لك على هذه المساهمة، شكرا للرؤية التي قدمتها لنا، لأن الاجتماع السنوي هذا يعد فرصة كبيرة للتعرف على السياق، وكذلك لكي نتعرف على من القيادة التي تقود دولة مهمة مثل مصر. شكرا لك وأتمنى لك الحظ الطيب لبلادك وشعبك. دعني أقاطعك. إن القائد الحقيقي هو الشعب المصري، واسمحوا لي إن أنا استغل وجودي معكم هنا واطلب منكم الحاضرين ان انتم توجهوا تحية لهذا الشعب العظيم. تحيا مصر طبعا. صحيح.